يا من يحار الفهم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك، أسكرني الإثم ولكنني صحوت بالآمال في رحمتك. إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. عمر الخيام صاحب الرباعيات وحجة الرياضيين، علامة وفيلسوف وفلكي وشاعر وعالم رياضيات، ذاع صيته في الغرب قبل الشرق، أثار الجدل في حياته وحتى بعد وفاته، فاتهموه بالكفر والزندقة وقالوا عنه إنه كان متصوف وزاهد. تم اعتباره أحد أهم علماء المسلمين في عصره اللي سابوا بصمتهم في التاريخ وأضافوا كتير للبشرية. لقبوه بديكارت الشرق وأطلقوا عليه لقب الإمام والدستور وحجة الحق وفيلسوف العالم وسيد حكماء المشرق والمغرب. حياته ووفاته كانت لغز كبير، فتقال إنه تم اغتياله على إيد الحشاشين اللي كان زعيمهم حسن الصباح أحد أعز أصدقائه، وكمان اتقال إنه مات وحيد ومعزول تماما عن البشر. صديقي المشاهد، لو عايز تعرف مين هو عمر الخيام وهل كان فعلا هو نفسه الشاعر والعالم ولا دول كانوا شخصين مختلفين، وكمان تعرف هل كان فعلا عالم فارسي ولا من أصول عربية، وتعرف ايه هي النبوءة اللي تنبأها عن وفاته، يبقى لازم تتابع معانا فيديو النهاردة للآخر. ولكن كالعادة قبل ما نبدأ حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل ليكم كل جديد. غياث الدين أبو الفتح عمر ابن إبراهيم الخيام اتولد في مدينة نيسابور عاصمة إقليم خراسان في أواسط القرن الخامس الهجري سنة 433 هجرية تقريبا. مولده كان في عهد السلطان أرطغرل أول ملوك السلاجقة، وتوصل العلماء لتحديد تاريخ ميلاده في 18 مايو سنة 1040 ميلادية. قيل إن أصل الخيام عربي وإن أسلافه هاجروا واستقروا في بلاد فارس، وده يعتبر راجع لتأثره الشديد بالشاعر أبي العلاء المعري. فهنلاقي المعري بيقول: أرواحنا معنا وليس لنا بها علم، فكيف إذا حوتها الأقبر. فقال الخيام على غرار معنى بيت المعري: سر الحياة لو أنه يبدو لنا لبدا لنا سر الممات المبهم، لو تعلمن وأنت حي سرها فغدا إذا ما مت ماذا تعلمي. وعموما في كل الأحوال الخيام اتعرف بأنه فارسي المولد والنشأة. أما مكان ميلاده ففي قولين، الأول هو أنه من مواليد شمشاد، والتاني أنه اتولد في قلعة بسنك، لكن تعتبر أصح الأقوال هي اللي قالت أنه اتولد وعاش واتدفن في نيسابور، اللي بدأ دراسته كمان في أشهر مدارسها وتتلمز على إيد أشهر معلميها الإمام النيسابوري. الخيام نشأ في عهد الدولة السلجوقية الكبرى اللي بسطت سلطانها على خراسان والعراق وفارس والأهواز وغيرها من المناطق. وفي ظل الدولة السلجوقية عاش عمر في المدينة كطالب فذ وعالم كان بيزيد قدره وبيذيع صيته مع مرور الأيام، لغاية ما وصله علمه أنه يتقرب من سلاطين الدولة، واللي كان أولهم السلطان ألب أرسلان اللي أنعم عليه بمنحة سنوية كبيرة ومثقال من الذهب، والمنحة دي كانت بناء على أمر وزيره نظام الملك اللي كان مهموم بإرساء وتقوية دعائم الدولة اللي بينسب ليه فضل تأسيس مدارسها النظامية اللي بتعتبر من أقدم الجامعات في العالم بعد ما أمر بالصرف عليها من ديوان السلطنة. وعلى حسب الشائع فدعم نظام الملك للخيام ده كان سببه بيرجع للعهد اللي أخده عليه الخيام خلال طفولتهم، وهي القصة الواردة في سيرة ثلاث شخصيات من شخصيات العصر السلجوقي، وهم الطوسي وحسن الصباح وعمر الخيام. فنظام الملك الطوسي وعمر الخيام وحسن الصباح مؤسس فرقة الحشاشين كانوا هم الثلاثة بيدرسوا في مدرسة نيسابور، ووقتها تعاهدوا على إن اللي يوصل لمكانة عالية ياخد بإيد الاتنين التانيين معاه ويحقق ليهم رغباتهم، وكانت المكانة دي من نصيب نظام الملك اللي أصبح هو وزير البلاد
فسافر لي الصباح والخيام في أصفهان، ولما وصلوا أكرمهم وسألهم عن طلباتهم، فقال لي الخيام إنه تيسر لي طريق للعمل وكسب الرزق في نيسابور، ولكنه مهتم بالعلم وقرر التفرغ لي، فخصص لي نظام الملك من بيت مال نيسابور مبلغ 200,000 ومثقال من الذهب كل سنة كمنحة. فضل الخيام يتقاضاها لغاية ما اتقتل نظام الملك سنة 485 هجرية على إيد صديقه حسن الصباح، اللي خيروا نظام الملك بين إمارة الري وإمارة همذان، فطلب منه الصباح إنه يشركه في وزارته، ولكن نظام الملك اكتفى بإنه منحه مكانة سامية في القصر، فاتصل بالمقربين من السلطان لغاية ما اكتذبهم ليه وأصبح حاجب الملك. ولأن الصباح كان شيعي بيكره نظام الملك لأنه سني، قرر إنه يقوم بعمل فتنة بينه وبين السلطان، فاتهموا بتبديد أموال الدولة والتلاعب بيها، لكنه لعبته دي انكشفت في النهاية بسرعة، وبعد انكشاف أمره هرب الصباح لأذربيجان ومنها للشام وبعدها لمصر سنة 471 هجرية، وهناك استقبلوا الخليفة المستنصر بالله الفاطمي، وبعدها رجع لفارس علشان يستولي على قلعة الموت اللي اتخذها مقر لجماعته ونشر تعاليمه، فوطد لأركان طائفة الإسماعيلية أو ما تسمى بفرقة الحشاشين وأصبح رئيسها، وزاد من أعمال النهب والاغتيالات، وقتل في النهاية صديق عمره وولي نعمته نظام الملك اللي بتنسب ليه زي ما قلنا النهضة السياسية والعلمية في العهد ده، وتقدر تشوف حلقتنا كاملة عن الحشاشين على القناة. هنا خليني أقولك يا صديقي إن ذكر قصة صداقة الثلاثي وعهدهم اللي قطعوه في صباهم تعتبر من القصص الضعيفة ومفيش أساس حقيقي يثبت صحتها، وده على الرغم من إنها جت في أكتر من موضع، كان أهمهم مثلا رواية القزويني في كتابه تاريخ كزيدة، وكمان دولة شاه ابن علاء في كتابه تذكرة الشعراء، ده غير إنها وردت كمان في روضة الصفا لمحمد خواند شاه وحبيب السير لغياث الدين خواند مير وغيرهم كتير. لكن أكتر الباحثين في تاريخ الخيام بيعتقدوا إن القصة دي غير صحيحة من الأساس، لأن الواقع بيقول إن نظام الملك كان أكبر من عمر الخيام بحوالي 30 سنة، وإن حسن الصباح درس أصلاً في مدينة الري مش في نيسابور، وده معناه عدم صحة قصة العهد اللي كان بينهم. ولكن طبعاً حقيقة إن نظام الملك كانت بتربطه علاقة قوية بالاتنين، وإنه قربهم ليه خاصة في عهد ملك شاه خليفة الملك ألب أرسلان، وإن الخيام عرف الصباح معرفة شخصية وقوية تعتبر مسألة مفيش فيها شك. خلونا دلوقتي نرجع للخيام اللي زي ما قلنا قبل شوية عاش أغلب حياته في نيسابور، فعلى الرغم من إنه سافر منها لأكتر البلاد تمدناً في الوقت ده، فحج البيت في مكة وأقام في مرو وزار بلخ وبخارة ونزل في بغداد وأصفهان وسمرقند، لكنه برضو وبرغم كل الأصفار دي قضى معظم حياته في نيسابور مسقط رأسه. وكانت نيسابور في الوقت ده مكان غني بالخيرات، فتوصفت في الكتب والمخطوطات بأنها كانت خصبة التربة كثيرة المياه وافرة المحصول ناضرة السهول تكتنفها جبال عالية، ده غير أن كان فيها 6 جامعات وكمان مرصد بناه الوزير نظام الملك. لكن وبرغم كل مباهج الحياة في نيسابور إلا أن الفواجع كمان كانت موجودة، ورياح الموت كانت بتهب من كل مكان في أركانها، وده كان طبعا بسبب الحشاشين اللي كانوا بينزلوا من قمم الجبال للمدينة علشان يشيعوا الفوضى باغتيالاتهم. الخيام عاش عصر حافل بالأحداث، بداية من قيام الدولة السلجوقية وازدهارها بعد سقوط الدولة الغزناوية، مرورا ببروز فرقة الباطنية اللي زاع صيتها في الفترة دي بسبب اعتناق فرقة الحشاشين فكرها، ووصولا للحروب الصليبية على بلاد المسلمين. عشان كده أصبحت شخصية الخيام شخصية فريدة جدا من نوعها ومن أغرب تركيبات البشر، فكان شخص محب للحياة ومناعمها للحد اللي بيوصفه البعض بالمجون، ولكن برضو كان بيتقلب في أواسط العلماء والعظماء، وفي نفس الوقت برضو كان بيعيش عيشة الفيلسوف والشاعر الحكيم. وهنا هنلاقي في شعره نزعة تشاؤم وسخط على القدر والحياة بشكل بيوصفه البعض الآخر
بالإلحاد والزندقة، وبرضه في نفس الوقت كان عنده نبرة تصوف وتقرب إلى الله حد الزهد، لكن لم يجزم أحد أبداً بأن عمر الخيام كان متصوف. الخيام درس في البداية العلوم الإلهية والفلسفة والمنطق والطبيعة زيه زي أغلب أقرانه في الجامعات الإسلامية في عصره، لكنه ما كانش مقتنع بالقدر ده من العلوم، فقرر أنه يدرس الطب وأصبح ماهر جداً فيه، لدرجة أنه دعاه السلطان جلال الدين ملك شاه خليفة السلطان ألب أرسلان في مرض ولي عهده لعلاجه اللي نجح فيه بالفعل، فأصبح الخيام من ندماء السلطان والمقربين عنده. كمان ما اكتفاش بدراسة الطب، ده قرر أنه يدرس الرياضيات وتميز فيها، وكانت إنجازاته فيها أساس لتطويرها في القرن ال19. نبغ الخيام بشكل خاص في علم الجبر، فعالج لأول مرة مسائل التكعيب، وكان منشغل بالمسلمات الرياضية، وأنجز نظام للأرقام أكثر اتساعاً من نظام الإغريق، وقدم إنجازات كبيرة كان أهمها هو تصنيف المعادلات الجبرية لمعادلات مفردة ومعادلات مقترنة. والمعادلات دي يا صديقي اهتم بيها بعد كده كتير من العلماء الأوروبيين، واستفادوا منها على مدى قرون، وتم جمع بعضها فيما بعد في كتاب واحد بعنوان رسائل الخيام الجبرية، والكتاب ده تم اعتباره واحد من أهم كتب الرياضيات. وعلى حسب كلام أستاذ تاريخ العلوم في جامعة دانس ديدرو الفرنسية الدكتور رشدي راشد، فالخيام هو أول من صاغ نظرية لحل معادلات من الدرجة الثالثة باستخدام الأطوع المخروطية، وده كان بعد ما قسم معادلات الدرجة الثالثة لأكثر من معادلة، كل واحدة على شكل مخروطي معين بأخذ التقاطع بينهم بينتج الحل. وده طبعا كان يعتبر سبق ذكي ومتقدم جدا في وقته، وكمان بعد ما قام الخيام بحل معادلات الدرجة الثانية بطرق هندسية وجبرية، اعتبر بعض المؤرخين عمر الخيام هو رائد اختراع الهندسة التحليلية اللي موجود جزء منها في كتاب علم الهندسة لريني ديكارت. وهنا قال كتير من علماء الرياضيات إن الخيام هو أول من استخدم الهندسة التحليلية قبل ديكارت بحوالي 5 قرون، واعتبروا كمان إن الخيام هو أول من قدم بدايات الهندسة الجبرية وأول من اخترع حساب المثلثات. مش بس كده، ده الخيام كمان ألف كتاب مهم جدا في الرياضيات سماه شرح ما أشكل من مصادرات إقليدس، وقدم من خلاله 3 أمور مهمة جدا وأساسية في الرياضيات، وهما بدايات الهندسة الجبرية ومناقشة مصادرة التوازي الثالث وإعادة إقامة نظرية التناسب على أساس الكسور اللامتناهية. وبرضو الخيام ما وقفش عند القدر ده من العلم، فطبق علوم الرياضيات على الفلك وبرع فيه جدا، وبعد دراسته للرياضيات وعلم الفلك في نيسابور قرر أنه يسافر لولاية بخارى، وكان بيتردد على مكتبة الفلك هناك، وبعدها انتقل لسمرقند، وهناك بدأ في تأليف أطروحته الشهيرة في الجبر، وتم تكليفه بإنشاء مرصد في أصفهان. وبعد ما أعد لي ملك شاه بتولي أمور المرصد، كلفه كمان بتعديل التقويم السنوي، فقدم الخيام تقويم جديد كتبوه بالفارسية وسماه روزنامة أو التقويم الجلالي. وأساس قيام التقويم الجلالي عند عمر الخيام هو حساب السنين بداية من السنة الأولى للهجرة النبوية، وبعد كده حساب السنين اللي بعدها بالتقويم الشمسي مش القمري، وطلع نتيجة التقويم هو إن السنة 365 يوم وكسور عشرية، وعشان كده اتوصف التقويم ده بإنه كان دقيق جدا. بالإضافة لكونه رياضي فذ، فكان الخيام كمان عنده جانب تاني فلسفي، كان ليه مقالات فلسفية كان محورها هو فكرة الوجود والكون والحيرة الفلسفية اللي اتسمت فيما بعد بالشك الديكارتي، ودي عبارة عن مجموعة من الأسئلة اللي بيطرحها الإنسان حوالين وجوده، وهنا حاول الخيام إنه يجاوب عليها في 4 رسائل فلسفية، واحدة كانت بالفارسية و3 بالعربية، كانت عناوينهم متشابهة جدا، وهما في الوجود وفي سر الوجود وكيفية الوجود. الخيام تأثر جدا بابن سينا في فلسفته الأرسطية الإسلامية، فقال عنه في رسالته عن الكون والتكليف: هذه مسألة قد تحير فيها الكثير من الناس،
حتى لا يكاد يكون عاقل إلا ويعتريه في هذا الباب تحير، وأننا أسوة بالشيخ الرئيس أبي الحسين ابن عبد الله بن سينا أعلى درجاته الله قد أمعنا النظر فيها. وأذهب من البحث إلى ما قنعت به نفوسنا، فالشيخ الرئيس معلمي وإن لم أدركه. هنا شاف العلماء إن الخيام دمج بين المنطق والفلسفة والأدب والرياضيات والفلك، وده كان عن طريق إنه فهم إن الرياضيات بتقوم على المنطق، والمنطق قريب جدا من الفلسفة، وعلشان كده كان ليه إنتاج متميز في كل الفنون دي. لكن في نفس الوقت أفكار الخيام الفلسفية عن الوجود خلته يتهم بالإلحاد والخروج عن الدين، خاصة لما وضح ده في كتاباته وشعره اللي هنلاقي فيهم نزعة سخط على الحياة، لما قال: ما أسعد الرجل الذي لا يعرفه أحد، ما أهنأ الإنسان الذي لم يهبط الوجود، لما خلقت وكيف لا أستطيع الرحيل متى أردت، ليس لنا إرادة حقيقية في الحياة. ده غير نقمه كمان على القدر لما قال: لماذا ينمحي العالم إن كان كاملا، ولماذا يخلق فاسدا إن كان في القدرة خلقه خيرا من ذلك، وكيف نعاقب وقد كتب علينا في لوح الغيب ما نقترف. بيشوف كمان فيلسوف الإسلاميات والأكاديمي بجامعة جورج واشنطن السيد حسين نصر إن استخدام التفسير الحرفي لأشعار الخيام لوصف فلسفته يعد اختزال، بل على العكس من ذلك تشير ترجمة الخيام التفسيرية لعمل ابن سينا خطبة التوحيد إلى اعتناقه الآراء الإسلامية التقليدية عن التوحيد الإلهي، وكمان الأعمال النثرية اللي يعتقد إنها كتبت بواسطة الخيام اعتبرت إيمانية ومتشائمة وتتناول مواضيع مثل وجود الله، وكدليل على إيمان الخيام ومطابقته للتقاليد الإسلامية يرى الباحث مهدي أمين رزاوي أنه في كلماته يقدم ويستفتح بالتحية والحمد والصلوات ويثني على الله والنبي محمد عليه السلام، كما أن ألقابه التي اشتهر بها تتضمن وصفه بالإمام وغياث الدين. وكتاب السير الذاتية الذين يشيدون بتدينه يتجنبون عموما الإشارة إلى شعره، في حين أن الذين يتناولون أشعاره غالبا ما لا يمتدحون شخصيته الدينية. وعلى سبيل المثال كتب البهقي عن الخيام باعتباره رجل متقي للغاية واعتنق وجهات النظر الإسلامية التقليدية حتى آخر ساعة ليه. من المعروف كمان إن الخيام كان بيحب شرب الخمر ومجالس أصحابها لأنها كانت بتسمو بروحه زي ما كان بيقول، حتى تصبح في نجوة عن الجسد لدرجة إنه كان بيخشى أن يحرمه الموت نعمة مجالسها وحضرة أصحابها، وقال فيها: أطفئ لذا القلب ببرد الشراب، فإنما الأيام مثل السحاب، وعيشنا طيف خيال فنل، حظك منه قبل فوت الشباب. ولكن الخيام رغم حالة المرح اللي كان بيسعى ليها بشرب الخمر لم يسلم من الشك الدائم في أمر القضاء، ولم يتخلى عن السعي إلى حل لغزه الخفي، فشربه للخمر كان هرب من أسئلته ومحاولته لفهم سر الحياة، ولكن لما كان بيفوق من نشوته دي وتهدأ أعصابه كان بيشعر بالخطيئة وينيب إلى الله ويسأله الرحمة، فكان بيقول: لم أشرب الخمر ابتغاء الطرب، ولا دعتني قلة في الأدب، لكن إحساسي نزاعا إلى إطلاق نفسي كان كل السبب. وقال كمان معبرا عن حاله في محاولته لفهم القضاء: أفنيت عمري في اجتناه القضاء وكشف ما يحجبه في الخفاء، فلم أجد أسراره وانقضى عمري وأحسست دبيب الفناء. كمان تم اتهامه بالميل للديانة الزرادشتية، فنيسابور ساعتها كانت من المدن الرائدة كمركز رئيسي للديانة الزرادشتية، لدرجة إنه كان بيعتقد إن أبوه كان من أتباع الزرادشتية اللي اعتنقوا الإسلام فيما بعد، وبسبب اللي فات ده كله أصبحت حياة الخيام في خطر دائم. فعلى حد وصف الباحث والأديب الإيراني علي دشتي، فالخيام كانت آفته في عصره اللي كان على حسب وصفه يفشو فيه التعصب المذهبي وتهيمن الرقابة على المعتقدات وتعارض الفلسفة الشرع. وعلشان كده قيل إن الخيام أدى فريضة الحج علشان يدفع عن نفسه كل الشبهات، ووضح إن رؤيته الفلسفية اللي بتقوم على التأمل والتساؤلات ملهاش علاقة بعدم التدين أو ضعفه، فكان الخيام بيرجع دايماً
ويطلب الرحمة للمذنبين طمعا في كرم الله ولطفه: إن لم أكن أخلصت في طاعتك فإنني أطمع في رحمتك، وإنما يشفع لي أنني قد عشت لا أشرك في وحدتك. توفى الخيام في مدينة نيسابور سنة 526 هجريا، اللي هي 1131 ميلاديا. وهنا اعتقد بعض المؤرخين أنه بعد موت السلطان ملك شاه تم اغتيال الخيام على إيد أتباع الحشاشين، لكن الاعتقاد ده تم استبعاده، وقيل أنه كل اللي حصل هو أنه تدهورت حالته الصحية في آخر أيامه، وأنه عاش حياة منعزلة تماما قبل وفاته في سن 83 سنة. ومن اللي جه في خبر وفاته أنه كان بيتأمل الإلهيات من كتاب الشفاء لابن سينا، فلما وصل إلى فصل الواحد والكثير وضع الكتاب وقام فصلى، ثم أوصى ولم يأكل ولم يشرب، فلما فرغ من صلاة العشاء سجد لله وقال في سجوده: اللهم إني عرفتك على مبلغ إمكاني فاغفر لي، فإن معرفتي إياك وسيلتي إليك. ثم أسلم نفسه الأخير. الدفن الخيام في مدفن الحيرة المعروف بمشهد علي، ومكان دفنه ده ليه قصة غريبة جدا. فتقال إن الخيام تنبأ بهيئة وموضع دفنه قبل سنين طويلة من وفاته، وده اللي رواه النظام السمرقندي في كتابه جهار مقالة، لما قال: التقيت عمر الخيام في مدينة بلخ سنة 506 هجرية، وقد نزل معززا مكرما في سرايا الأمير أبي سعيد، وكنت متصلا بهذا الأمير، وجالست حجة الحق عمر الخيام، فسمعته يقول: سيكون قبري في موضع تؤرجه ريح الشمال بشذا الورد كل ربيع، وقد بدا لي أن هذا الأمر يستحيل، ولكني كنت أعرف أنه لا يقول جزافا. فلما بلغت نيسابور سنة 530 وقد خلت 4 سنوات على وفاة عمر الخيام، ذهبت لزيارة قبره يوم الجمعة لأرى الورد حوله. فالخيام اللي قال سيكون قبري في موضع تنتثر عليه الأزهار في كل ربيع، الدفن في موضع بالقرب من حديقة فيها أشجار كمثرى ومشمش تدلت أغصانها على موضع مدفنه، وكانت بتنثر عليه أوراقها لدرجة اتوصفت بأنها كانت بتخفيه عن الأبصار. وبعد ما مات الخيام ما بقاش من تراثه وآثاره اللي دلتنا عليه غير رباعياته وبعض الرسائل الفلسفية والمؤلفات القليلة في الطبيعيات والجبر والكيمياء، وده للأسف كان سببه هو الأحداث اللي حصلت في عصره من حروب وصراعات أدت لاختفاء الرباعيات، ومعها اختفت مئات الآلاف من المخطوطات العربية والفارسية. وعلى الرغم من أن مؤلفات الخيام خاصة العلمية منها تعتبر مهمة جدا، إلا أن اللي عاش منها لحد النهاردة هو رباعياته. والرباعيات يا صديقي هي لون شعري تميزت به بلاد فارس والأندلس. فالرباعية هي عبارة عن منظومة شعرية تتألف من وحدات، كل وحدة منها 4 أشطر تستقل بقافيتها، وأحيانا تتفق أشطرها على الشطر الثالث، وتسمى في الشعر الفارسي بالدوبيت. زخارف الدنيا أساس الألم، وطالب الدنيا نديم الندم، فكن خلي البال من أمرها، فكل ما فيها شقاء وهم. ورباعيات الخيام فضلت منسية ومهمشة داخل المكتبات بعد ما ترجم بعضها لأول مرة العلامة توماس هايد أستاذ اللغات الشرقية في جامعة أكسفورد، ولكن ترجمته ما لقيتش اهتمام كبير، لحد ما بعد كده تم اكتشافها في القرن ال19 لما عثر كويل على أقدم نسخة خطية ليها في مكتبة بودليان في أكسفورد، فنشر عنها وعن حياة عمر الخيام في مجلة كالكتا سنة 1858، وكتب بعد كده لصديقه الشاعر الإنجليزي إدوارد فيتزجيرالد وعرض عليه النسخة، فدرسها وأخرج أول ترجمة ليها سنة 1859، وكانت بتحتوي على 75 رباعية فقط. ووصف فيتزجيرالد شعر الخيام وقال عنه: إنه شعر معجز في معانيه التأملية وإيقاعاته الموسيقية، والغريب في الأمر أن هذا الشاعر لم يكن يحترف الأدب، وإنما كان عالما في الرياضيات والفلك، وكان موسوعيا شأن علماء عصره. في البداية الرباعيات المترجمة للإنجليزية دي ما لقيتش ليها أي قراء، رغم أن تمنها وقتها كان نزل لبنس واحد، لحد ما لقاها الشاعر روزدي ونوه عنها، وساعتها بدأ يقبل عليها رجال الأدب.
وفي سنة 1867 أخرج الميسيو نيكولا ترجمان السفارة الفرنسية في فارس ترجمة نثرية للرباعيات فيها 464 رباعية نقلها عن نسخة طهران المطبوعة على الحجر سنة 1861، والخطوة دي شجعت فيتزجيرالد فأخرج سنة 1868 طبعة تانية للرباعيات أضاف عليها 100 رباعية ورباعية، وساعتها بدأت تظهر قيمة الرباعيات لغاية ما وصل تمن بعض أعداد الطبعة الأولى لستين جنيه استرليني. وفي سنة 1883 أخرج الأديب وينفيلد ترجمة إنجليزية لأكثر من 500 رباعية جمعها من عدة نسخ، والباحث هيرون ألان ترجم مخطوطة من مخطوطات الرباعيات وهي مخطوطة بوزليان اللي اتنشر في كتاب 12 سنة 1898، وفضل اسم الرباعيات ينتشر بعد كده فأقبل عليها المترجمين لأشهر اللغات وذاع اسمها، وتأسس في لندن نادي باسم الخيام سنة 1892، ونادى النادي ده بترميم قبر الخيام في نيسابور وقتها. كمان في سنة 1930 تم اكتشاف أول مخطوط مصور للرباعيات بخط أحد سكان مدينة مشهد سنة 911 هجرياً، وكان عبارة عن 206 رباعية مكتوبة بخط جميل وصور بديعة، وده خلاه يعتبر طرفة فارسية نادرة، واشترى المخطوطة دي الأستاذ نجيب أشرف وأهداها إلى مكتبة بتنا بالهند. لكن كل النسخ اللي كان بيتم إيجادها دي كان مشكوك في صحة نسبتها للخيام، وعلشان كده قام كتير من علماء اللغة والمستشرقين بدراسة الرباعيات دي وتحقيقها وردها لأصولها. ومن أشهر المستشرقين اللي قاموا بالعملية دي كان المستشرق الروسي زوكيفسكي اللي لقى 82 رباعية مدسوسة على الخيام ورد نسبتها ل 39 شاعر، كان من أشهرهم عبد الله الأنصاري وابن أبي الخير وجلال الدين الرومي ونصر الدين الطوسي وحافظ الشيرازي. كمان المستشرق الدنماركي كريستانسن كرس نفسه لدراسة كل ما ورد من رباعيات الخيام في مختلف النسخ ما بين مخطوط ومطبوع، فقابل بينهم وأثبت كل اللي ورد في النسخ دي، وأثبت كمان إن في 120 رباعية مقطوع بصحة نسبتها للخيام. هنا كمان قال الشاعر المصري أحمد رامي إن الخيام ما فكرش يجمع رباعياته في يوم في كتاب قائم لأنه كان بينشدها في خلوته مع أصدقائه، وقال كمان إنه ممكن يكون جمعها أحد المقربين منه لكنها ضاعت مع كل الوثائق اللي ضاعت في نيسابور بعد تعرضها للغزو والإحراق. وطبعا النقل مع عدم وجود مصدر صريح للرباعيات خلاها عرضة للنحل اللي هو يعني نسبها للخيام من غير ما يكون هو صاحبها الأصلي، وده كان بالنسبة لترجمتها الغربية وتأثر الغرب وشعراؤه بيها. أما بالنسبة لتعريبها فأول من نقل الرباعيات للعربية نظما يعني على هيئة أبيات شعرية مقفية كان هو الشاعر وديع البستاني اللي ترجم 40 رباعية عن اللغة الإنجليزية من نظم فيتزجيرالد، وبعد البستاني جاء الأديب المصري السيد محمد السباعي فأخرج للعربية 200 رباعية وترجمها برضو عن الإنجليزية، واستمرت ترجمتها للعربية نقلا على الإنجليزية لغاية ما جه الشاعر المصري أحمد رامي وبدأ في ترجمة الرباعيات سنة 1923 بعد دراسته للغة الفارسية في مدرسة اللغات الشرقية في جامعة السوربون. وهنا قال أحمد رامي إن الترجمة من لغة للغة ممكن تسبب فقدان بعض الإحساس والمعاني اللي في النص الأصلي، وعلشان كده قرر يدرس الفارسية علشان يحس بروح الخيام اللي قال عنه إنه حس بتناغم معاه لأنه حسب وصفه كان زيه طروب غنائي ومحب للحياة، وعلشان كده قام بدراسة كل النسخ الخطية للرباعيات في مكتبات باريس ولندن وبرلين والقاهرة، واختار كل ما نسب ليه وتحقق ليه مصدره ولمس فيه عمق تفكيره وأسلوبه وسمع منه على حد تعبيره نجوى روحه ووحي خاطره. هنا كمان أهدى رامي أول نسخة من رباعياته اللي اتنشرت في سنة 1924 لروح أخوه اللي توفى في شبابه، وعلق رامي على رباعيات عمر الخيام وقال إنه أكيد نظم رباعياته من وقت للتاني حسب ما أوحى ليه خاطره ووجدانه مش في مرحلة واحدة من مراحل حياته. وطبعا لو كانت الرباعيات دي اتوجدت في مجموعة واحدة حسب وضعها التاريخي كان ممكن نفهم تدرج روح الشاعرية عند عمر، لكن طبعا مع الأسف فجميع المحفوظات اللي بتحتوي عليها الرباعيات دي محطوطة في ترتيب أبجدي حسب القافية، وعلشان كده ضاع فيها تسلسل أفكار الخيام وأصبح من الصعب علينا من خلالها إننا نوصل لصورة مرتبة وواضحة لحياته أو مناحي تفكيره وتطور شعوره.
قال كمان أحمد رامي إن أوضح شيء مكتوب في الرباعيات هو نعي الخيام لقصر الحياة، وقال إنه في نظمها كان ما بين متفائل ومتشائم وقدري ومتصوف وطقي ومستهتر، وكان أميل ما يكون لليأس إلى حد ساخر من الحياة. طبعا بسبب الاختلاف الكبير والتناقض اللي كان موجود في شخصية الخيام ده أدى لظهور إشكاليات وتشكيك على هيئة سؤال في فكرة إن يكون عمر الخيام الفيلسوف في الأساس هو نفسه الشاعر، هو نفسه الرياضي والفلكي. واللي طرح التساؤل والتشكك ده قال إنه في اختلاف كبير في الأسلوب ظهر بعد تحقيق كتبه، فأسلوب الخيام الرياضي واضح ودقيق وعميق، وبدايات كتاباته في الجبر مشابهة لمقالاته الفلسفية، أما أسلوبه الشعري فمختلف تماماً. وهنا صاحب الافتراض ده قال إن مفيش دليل مؤكد على إنهم شخصية واحدة، لكن هنا برضو بعض الباحثين ردوا وقالوا إن رباعيات الخيام تعتبر بمثابة ترجمة لفكره الفلسفي، وإن مفيش أي تناقض أو تعارض بينهم، بالعكس هما الاتنين بيكملوا بعض ويعتبروا انعكاس لنفس الحالة الوجدانية لعالم وشاعر وفيلسوف كان فريد من نوعه في عصره. ولأن الخيام كتب شعر من أعذب ما أنتجت القريحة الإنسانية، جاء عام 1950 حاملا صوت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم تتغنى على ألحان العظيم رياض الصنباطي في لحن من أعظم ما قدم الصنباطي، وبترجمة أحمد رامي العزبة الأقرب لروح الخيام في كل اللي اترجم ليه. سمعت صوتا هاتفا في السحر نادى من الغيب غفاة البشر، هب املأوا كأس المنى قبل أن تملأ كأس العمر كف القدر، لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الأواني، واغنم من الحاضر لذاته فليس في طبع الليالي الأماني. وغنت نجاة الصغيرة من كلمات الخيام ومن ألحان الصنباطي، وكلمات رامي طوت يد الفجر ستار الظلام، فانهض وبادلني حديث الغرام، فكم تحينا له طلعة ونحن لا نملك رد السلام، بستان أيامك نام الشجر فكيف لا تقطف حلو الثمر، أطرب فهذا اليوم إن أغدرت به الليالي لن يعده القدر. ونيجي لأستاذ المداحين الشيخ سيد النقشبندي اللي برضو تغنى برباعيات الخيام تقريبا سنة 1969، وقيل إنها كانت سنة 1973 في حفلة بمنزل الشيخ هاشم العطية بدمشق. وبكده تكون خلصت حلقتنا، هستنى رأيكم كالعادة في التعليقات، وما تنسوش تقولولي عاوزين مواضيع ايه تانية نعرضها في القناة. ما تنسوش كمان تشوفوا المواضيع اللي فاتت والمواضيع اللي جاية، وتعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. سلام.